وقعت مؤسسة جسور اتفاقية تعاون مع الجمعية العمانية للسرطان لتمويل وحدة متنقلة لفحص سرطان الثدي الماموجرام بمحافظة شمال الباطنة، ويهدف المشروع إلى نشر الوعي في المجتمع عن مسببات وأعراض وطرق العلاج لمرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عن المرض، مما سيسهل عملية العلاج منه ويقلل تكاليفه المادية والمعنوية. وستجوب وحدة الماموجرام مختلف ولايات محافظة شمال الباطنة للحث على عمل الفحوصات الدورية، وسيشمل المشروع توريد وتجهيز مقصورة متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات المناسبة لعمل الفحص، وتجهيز وحدة الماموجرام للأشعة السينية.